السلام عليكم أحبتي الكرام، مبروك مبروك مبروك، وصلنا الآن إلى الدرس رقم 50 وكلمة مهمة جدا من هذا الكورس المميز. ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم argue argue argue. هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة رقم 50. الهدف من هذا الدرس هو حفظ 90% من المعلومات من أول مرة. حوالي 20 كلمة جديدة تقريبا سوف نتناولها في هذا الدرس، لذا للحصول على هذه النتيجة يجب علينا أن نكرر العبارة بصوت مرتفع حتى نتقنها بشكل جيد. argue argue. get ready، اجهز الآن. write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook، دفتر، حضر دفتر. a pencil، just 2 minutes، فقط دقيقتان. repeat after me 5 times، لابد كرر خلفي العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. كلمة argue، argue لديها مجموعة من المعاني، أهم هذه المعاني argue تجادل أو جادل، تأتي بمعنى نقاش، تخاصم أو تنازع أو نمعة. نأخذ مثال على كلمة argue. let's not argue about it، دعونا لا نجادل في ذلك أو حول ذلك الموضوع، لا نتجادل حول هذا الموضوع. Let's not argue about it. Let's not argue about it. هيا لنقرأها معا. Let's not argue about it. Let's not argue about it. كررها 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. نأخذ المثال الثاني. They could argue like this all afternoon. يمكن أن يتجادلوا هكذا على هذه الطريقة طوال العصر، طوال فترة العصر. They could argue like this all afternoon. يمكن أن يتجادلوا ويتناقشوا هكذا طوال فترة العصر. They could argue like this all afternoon. قل معي الآن. They could argue like this all afternoon. أحسنت. كررها الآن بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. كررها 5 مرات. They could argue like this all afternoon. أما أهم المرادفات لكلمة argue، debate مناقشة أو نقاش. talk over جدال أو مناقشة أيضا. discuss نقاش أو مناقشة أو يناقش. discuss. wrangle مشاحنة. wrangle مشاحنة. والآن حاول أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة argue. حاول أن تستخدمها في جملة، لا بأس أن ترجع إلى الأمثلة التي مرت علينا سابقا وتكتبها. اكتبها رجاء أسفل هذا الفيديو في التعليقات إن أحببت حتى نطلع عليها. argue. شكرا لك على المتابعة ومبروك، ألف مبروك أنك الآن أكملت أول 50 كلمة باللغة الإنجليزية مع شرح مفصل لكل كلمة. أتمنى أن تكونوا الآن حصلتم على دفعة ممتازة من الكلمات الإنجليزية وعن طرق استخدامها وعن أهم المرادفات لها. في الحقيقة إذا ضربنا 50 درس في 20 كلمة سوف نحصل على كمية هائلة من الكلمات بشكل مركب بطريقة الحفظ بالجمل، وهذا ممتاز جدا. هيا لنتابع إن شاء الله بالدروس القادمة ونستمر حتى نصل إلى 1000 كلمة قريبا إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة واستمروا بالمثابرة حتى تتقنوا اللغة الإنجليزية. إلى اللقاء.